إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة القوى العاملة تقدم القوى العاملة. القوى العاملة. القوى العاملة. تعمل إن العمل محقق أغلى الأمل. ولتعمل إن العمل محقق أغلى الأمل. القوى العاملة. القوى العاملة. الإشراف دائرة الإعلام بوزارة القوى العاملة. إعداد مقبولة بنت سعيد الغابشية. تقديم بدر بن علي الشيباني. القوى العاملة. للمخرج يوسف بن حبيب إبراهيم. القوى العاملة. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة مع برنامجكم الأسبوعي القوى العاملة. جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات. مستمعين الكرام، سعت الحكومة الرشيدة ممثلة بوزارة القوى العاملة إلى مواكبة التطور والتحول السريع إلى الحكومة الإلكترونية، ففازت بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وذلك عن مشروع نظام التوظيف الإلكتروني التابع لوزارة القوى العاملة ضمن فئة تقنية المعلومات والاتصالات. جاء ذلك التكريم خلال فعاليات منتدى القمة العالمية 2015 في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات في العاصمة جنيف بسويسرا. ولقد حصلت السلطنة على هذه الجائزة للمرة الرابعة على التوالي منذ عام 2012، ومن نهاية 2014 أكملت 70% من المؤسسات الحكومية خططها للتحول الرقمي وتحقيق الكفاءات التشغيلية وفق الأسس التي تتطلب الاستدامة والتي تسعى دوما للتوفير في الخدمات الإلكترونية الأساسية في قطاعات التعليم والصحة وفرص التوظيف العادلة، الأمر الذي يسهم وبشكل إيجابي في الرقي بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. مستمعينا الكرام، حول هذا الموضوع يحدثنا بشيء من التفصيل المهندس رضا بن أحمد اللواتي، مدير الشبكات وأمن المعلومات بوزارة القوى العاملة. مهندس رضا، مرحبا بك مع المستمع الكريم. أهلا وسهلا أخي بدر، صباحكم الله بالخير. بالنور والعافية، وأيضا بلغة المستمعين نبارك لكم هذا الفوز المهم والذي يأتي أيضا كإضافة للسلطنة والتوجه السلطنة للحكومة الإلكترونية. نعم، حقيقة هذا إنجاز نعتبره الإنجاز للسلطنة في الأول، ومن ثم مثلة في وزارة القوى العاملة. حقيقة هذه إضافة أيضا تعتبر إنجاز كبير لما حققته الوزارة في عملية التحول للحكومة الإلكترونية. مهندس، هل يمكن أن نعرف المستمع بهذه الجائزة ونعطي نبذة مختصرة عن نظام الترشيح الإلكتروني الفائز بهذه الجائزة؟ نعم، جائزة القمة العالمية حقيقة هذا مؤتمر عالمي يقام في جنيف، وتنظمه ينظمه معهد الاتصالات الدولية الذي يعتبر أحد وكالات الأمم المتحدة. وجائزة نظام الترشيح الإلكتروني تم ترشيحه من قبل هيئة تقنية المعلومات من ضمن أفضل التطبيقات الإلكترونية في مشروع الحكومة الإلكترونية. ويأتي نظام التشغيل الإلكتروني لما يتميز من التكامل مع الجهات الحكومية وتوسعة قنوات تقديم الخدمة فيه. نعم، يعني ما هي طبيعة مشاركتكم في هذه الفعاليات، فعاليات منتدى القمة العالمية 2015 في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات في العاصمة السويسرية جنيف؟ نعم، تأتي مشاركة الوزارة في المحفل بترشيح من هيئة تقنية المعلومات، حيث يتم ترشيح أفضل التطبيقات الإلكترونية الموجودة هنا في السلطنة من ضمن مشروع الحكومة الإلكترونية. ويأتي فوز الوزارة بهذه الجائزة كتعبير
للمجتمع الدولي واعتراف بالمنجزات المتوالية في مجال الحكومة الإلكترونية هنا بالسلطنة. يعني عندما نتحدث عن الترشيح الإلكتروني وهو طبعا المشروع الفائز عن هذه الجائزة، ماذا نقصد بشيء من الدقة بمفهوم الترشيح الإلكتروني؟ هي حقيقة تعتبر منظومة متكاملة اسمها منظومة الترشيح الإلكتروني، وهي منصة إلكترونية تتكامل فيها مجموعة أنظمة من مختلف القطاعات. على سبيل المثال يوجد لدينا مشروع الترخيص الإلكتروني وتطبيق نعمل والموقع الإلكتروني والتكامل مع بعض الجهات ذات الاختصاص، تتكامل مع بعض البعض لإعطاء منصة يستطيع فيها الباحث عن عمل من إيجاد فرص عمل سريعة وتتوافق مع مؤهلاته وقدراته. وكيف تتم عملية التقييم هنا؟ يعني تتم على مجمل العمل على كل هذا التكامل، أم أنه والله كل عندما نقول ترشيح ربما يقول هناك يعني أجزاء معينة وتقيم لوحدها؟ نعم، التقييم التقييم يتم بعدة مراحل حقيقة. هناك تقييم لحل قد تكون مشكلة في مكان ما بالنسبة أحد الخدمات التي تخص المواطنين. فالأمم المتحدة تركز في تقييمها على حل تلك المشكلات فيما يخص المواطنين في بلد ما. فقدمت هذا الحل أو قدم هذا الحل كأحد الحلول الجذرية التي عالجت بها وزارة القوى العاملة مسألة الباحثين من حيث تسهيل عملية البحث عليهم وتوفير الفرص المناسبة التي تتناسب مع مؤهلاتهم، حيث يتم فرز فرص العمل الموجودة لدى الوزارة بشكل إلكتروني، ومن ثم يتم ترشيح الفرص المناسبة للأشخاص أصحاب الاختصاصات والمؤهلات. نعم. بطريقة إلكترونية. كما يوفر لهم وسيلة سلسة من خلال تطبيقات الذكية عن طريق الهواتف الذكية أو عن طريق الموقع دون الحاجة إلى رجوع لدوائر العمل أو مكاتب وزارة القوى العاملة. يعني البعض يرى أنه أيضا هناك مغامرة أن تطرح خدمات للعامة، برغم طبعا هذا التوجه العالمي الآن أن تكون الخدمات مختصرة وبشكل إلكتروني وسريع تخدم الجميع، لكن هناك أيضا ما ينتج عنه دخول بعض مفهوم القرصنة، السلامة والحماية، كيف يكون لديكم مثل هذا النظام؟ نعم، هي مفهوم القرصنة ترى منتشر في جميع أنحاء العالم. نعم. ولا يقتصر على الموضوع على السلطنة فقط. نعم. نعم، كل ما يجب أن تتبعه أي مؤسسة حكومية هي الالتزام بمعايير الأمان المعتمدة دوليا، وهي معايير أو مقاييس دولية. إذا اتبعت في أي مؤسسة أنت تتجنب الموضوع القرصنة بنسبة عالية جدا. القرصنة بشكل عام والقرصنة الإلكترونية وما يسمى بذلك يحاول اختراق أي موقع إلكتروني أو أي وسيلة إلكترونية ببحث عن الثغرات التي لم تؤمن جيدا. بالضبط. ولكن لا نستطيع أن نؤمنها 100%، لأنه هو مفهوم يعني منتشر عالميا وصعب أنك تتحكم فيه يعني. وأيضا هذا علم جديد ويتحدث أولا بأول. هو هذا ما أردت قوله، يعني بمقابل أنه علم جديد يتحدث أول بأول، بمقابل أيضا القرصنة تتحدث أول بأول مع الأسف الشديد. مع الأسف الشديد هذه هي أحد التحديات الآن في التحول للحكومة الإلكترونية. نعم. وهذا يعني يجب أن نتعايش معه ويجب أن نتكامل ويجب أن تكون لنا خطط بديلة في حالة حدوث لا قدر الله أي نوع من هذا النوع من القرصنة. بالضبط، جزاك الله خير. وزارة القوى العاملة على صعيدها الداخلي أين وصلت بالنسبة للتحول إلى الحكومة الإلكترونية؟ وزارة القوى العاملة اعتمدت خطة التحول للحكومة الإلكترونية في 2013، وخطط وتيرة متسارعة لتنفيذها، حيث تنقسم الخطة إلى شقين: الشق الأول الجاهزية الإلكترونية للمؤسسة، والشق الثاني التفاعل والتعامل الإلكتروني. فيما يخص الشق الأول الجاهزية الإلكترونية، الحمد لله الوزارة حققت أغلب البنود التي كانت مذكورة في خطط التحول من السنة الأولى للمشروع، وهذا الذي كان الحافز الأساسي للوزارة
أن تنتقل بشكل أسرع إلى موضوع التفاعل والتعاون الإلكتروني مع الأفراد ومع المؤسسات على مستوى الدولة. في الشق الثاني ركزت الخطة على توسيع قنوات تقديم الخدمة باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، حيث تم الربط الإلكتروني مع أكثر من 13 جهة حكومية. أنا أذكر لك على سبيل المثال اللي هم الجهات التي تتعامل معنا بشكل يومي: الربط الإلكتروني مع هيئة التأمينات الاجتماعية، الربط مع بنك المركزي، الربط مع وزارة التجارة والصناعة، الربط مع غرفة التجارة وصناعة عمان، الربط مع شرطة عمان السلطانية. وكل هذه التكامل مع الجهات المختلفة يخفف العبء على المواطن من التنقل من جهة والأخرى لإجراء العمل. طبعا طبعا نحاول أن نوفر له نافذة واحدة يتم إجراء أغلب معاملاته بطريقة واحدة ومن مكان واحد. والآن مثل ما ذكرت قبل قليل نحاول أيضا نوسع قنوات تقديم الخدمة، أيضا نطلع من المفهوم التقليدي لتقديم الخدمة إلى المفهوم أنه الوزارة تأتي إليك عن طريق التطبيقات الإلكترونية من خلال الهاتف الذكي والموقع الإلكتروني. نعم، وهي أيضا تحفظ عملية الأرشفة، أيضا نخرج من دائرة النمطية القديمة اللي هي الأوراق والملفات وغيرها، فهذه تسهل الحكومة الإلكترونية، تسهل هذا كثيرا. صحيح. بالنسبة لخططكم المستقبلية للتطوير في خدمات الوزارة الإلكترونية، حقيقة لدينا مجموعة خطط من ضمن خطة تحول الحكومة الإلكترونية، ولكن الجدير بالذكر هنا أن الوزارة حاليا تتوجه إلى مشروع الترخيص الإلكتروني الجديد، والذي تم التعاون فيه مع الجهة السنغافورية عن طريق هيئة تقنية المعلومات، والذي نعتبره حقيقة إضافة كبيرة إلى الوزارة إن شاء الله لو تم تحقيقه بالكامل إن شاء الله. هناك عدة مشاريع أخرى، منها مشروع الدفع الإلكتروني والذي سيسمح للوزارة بإعطاء نافذة كبيرة لتحويل أغلب خدماتها التقليدية إلى النافذة الإلكترونية، لكي يتم الدفع عن طريق المواقع الإلكترونية وعن طريق الهواتف الذكية دون الحاجة إلى الرجوع إلى دوائر العمل. ممتاز. ويستطيع المواطن أيضا أن يسحب معاملته أو رصيده من أي مكان كان ويكمل إجراءاته مع الجهات الأخرى. يوجد أيضا لدينا النظام الإلكتروني الجديد للتفتيش الموحد، ويوجد أيضا مشروع التكامل أو توسعة التكامل في الأنظمة مع بعض الجهات مثل وزارة الصحة، وهناك أيضا مشروع لإعداد بنية افتراضية لقواعد البيانات بالتنسيق مع هيئة تقنية المعلومات. ممتاز، منكم كل التوفيق، وشكرا جزيلا للمهندس رضا بن أحمد اللواتي مدير الشبكات وأمن المعلومات بوزارة القوى العاملة. شكرا جزيلا لك مهندس. شكرا لك أخي العزيز، وإن شاء الله نكون نوصلنا المعلومة بشكل كافي في هذا الوقت. ما قصرت، جزاك الله خير. القوى العاملة، القوى العاملة، مؤشرات عمالية، مؤشرات عمالية. المؤشر الأسبوعي لحركة ضبط القوى العاملة الوافدة المخالفة عن طريق فريق تفتيش العمل المشترك. أشار مؤشر حركة فريق تفتيش العمل المشترك بوزارة القوى العاملة عن أن عدد القوى العاملة المخالفة لأحكام قانون العمل بلغ 961 عاملا مخالفا خلال الفترة من 24/5 إلى 30/5/2015، منهم عدد 808 عمال تجاري، وعدد 66 عامل زراعي، وعدد 87 عاملة منزل ومن في حكمهم. وقد اتضح من خلال بحث المخالفات مع من تم ضبطهم عن طريق فرق التفتيش إلى أن العدد وصل 957 عاملا، منهم عدد 186 عامل هارب، وعدد 706 عامل مسرح، وعدد 65 عاملا تمت إحالتهم من جهات أخرى. وقد سجلت محافظة مسقط أعلى مؤشر خلال هذه الفترة بضبط عدد 710، تلتها محافظة شمال الباطنة بعدد 102. وتقوم الجهات المختصة بوزارة القوى العاملة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم. من جانب آخر، سجل مؤشر وزارة القوى العاملة خلال هذا الأسبوع
ترحيل عدد 310 عمال مخالفين إلى خارج البلاد نتيجة مخالفتهم لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له. القوى العامة لطرح ما يهمكم من مواضيع في حلقاتنا القادمة تواصلوا معنا على الرقم 8077000 8077000 أو إرسالها على البريد الإلكتروني لدائرة الإعلام media@minpower.gov.om. القوى العاملة القوى العاملة القوى العاملة. هكذا مستمعينا قدمنا لحضراتكم حلقة هذا الأسبوع من برنامج القوى العاملة. سنلتقي مجددا الأسبوع القادم مع موضوع جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القوى العاملة القوى العاملة القوى العاملة. ما تحية مقبولة بنت سعيد الغابشية، بدر بن علي الشيباني، ويوسف بن حبيب إبراهيم. القوى العاملة.